من المتوقع بحول الله نزول أمطار وزخات أحيانا رعدية فوق عدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي، الأطلس، مناطقه الغربية المجاورة، هضاب الفوسفات والمنطقة الشرقية. كما سنلاحظ نزول ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، هذا إلى جانب تساقط قطرات مطرية محلية فوق الواجهة المتوسطية، الريف، السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية. ونشير إلى أنه سيبقى الطقس باردا نسبيا خلال الصباح والليل فوق جبال الأطلس والريف، مع هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من منطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية. بحر هائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز، بحر قليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والمهدية، بحر هائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل. درجات الحرارة الدنيا تعادل 12 درجة بالرباط، 13 درجة بكل من طنجة ومراكش، 15 درجة بالدار البيضاء وأسفي، و16 درجة بكل من داخلة وأكادير. درجات الحرارة القصوى تعادل 17 درجة بطنجة، 20 درجة بالرباط، 19 درجة بكل من الدار البيضاء ومراكش، و25 درجة بأكادير، و22 درجة بالداخلة.